فشلت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق اندلع أثناء حفر بئر للمياه في خولان بمحافظة صنعاء اليوم. هذا وما زالت النيران مشتعلة في البئر، علما أن قناة السعيدة سبق ورصدت حالة مماثلة لها في المنطقة ذاتها. للمرة الثانية ومنطقة هجرة شوكان من مديرية خولان شرق العاصمة صنعاء تشهد هذه الظاهرة الغريبة، خروج ألسنة لهب من بئر ماء أثناء القيام بعملية لتعميق البئر الذي تجاوز 1000 متر نتيجة لاحتراق الغاز المتصاعد رغم صعود تيار ماء قوي. عند 1000 كان طلع الماء، قالوا يلا ماذا علوا يرفعوا كذا الماء كفاتنا، قالوا بعض من الملاك قالوا زيد في 100 فعلا قد كان بينسلب على 100 والماء يعني اشتل شلوا واحده وطلعت ريحه هكذا اهل حتى اسعفوا العمى اسعفوهم دخلوا صنع تسعى ورجع بعد ما اسعفوهم وقفوا الارتواء ما بعد الا 12 مي هذيك الليله وربط الربطي وخلى الحفر فوقه فما تروا يوم ثاني الماء بيتي وبيسكوا الخلق الله بيسكوا منه والناس محوشين من فوق من شوبان من تنعم من شوكان من المحلات كلها ما تروا اخذ نار الا حنا بزت كر واحده الله به. فرق الدفاع فشلت منذ وقت سابق في اخماد النيران حتى عمليه الردم باءت بالفشل وتزداد ضراوه النار مع مرور الوقت والتي يرجحها مختصون باحدى الجيوب الارضيه للغاز. طلع بعد الشم والماء هرب والعمال وطف البستر والحفاء ما بيش يجي حوالي 10 دقائق او 4 ساعة ونفح الماء من راسه. العمال هلك كانوا فوق هذا ندوخوا سحبوهم للمستشفى ورقدوا. وهي بدن بح طول الليل، لا يوم ثاني تشاهد حمية الشمس ولا شافوا الا حين انفجرت. ايوه قارح واحد ماء وناء. حرقوا كان به ناس من الحفا والناس من يجوا يتفرجوا حرق الحفار والقاطره والماطور منهم يجي 20 من الحفا انا وبه من بريان من بني حشيش من عشرات من الجرحى بين اصابات احتراق مختلفه واختناقات بالغاز ما اسفر عنه احتراق البئر بالاضافه الى العديد من الخسائر الماديه. حرق الحفار كامل والمساعد الحفار والموتر حق الحفار الثاني المعاون له وموتر من حق الاميال تابع للحفار، يعني خسارته اكثر من 900 مليون واكثر، وماطور الارتواز القديم حرق كله يعني والقصيب والمواد يعني ما توصل يعني البير الأول يعني غرامتها في أكثر ما يقل عن 700 مليون الكيبل مع الغطاس مع الماطور المولد الكهرباء وأكثر القرية يعني يستنفعون ويشربون من هذا البير. قبل عام ونصف تقريبا كاميرا السعيدة رصدت حادثة مشابهة لها على بعد كيلومتر من هذه المنطقة مما يضعنا أمام تساؤل حقيقي، ألا يستدعي تكرار الظاهرة جدية من الجهات المختصة للقيام بدراسة مستفيضة للظاهرة؟